بعد 20 عاما من المعاناة في سكن ضيق وغير ملائم للحياة، لم يجد كمال أرحب وأكرم من العراء يفر بزوجه وأولاده الخمسة إليه. عندي دار تاع تيرنيت، دار وحدة وخمس دراري باتوا فيهم، وعندي الماء يدخلني شغل ماشي واد كبير ولكن شغل واد صغير، وعندي مسقفة بالتيرنيت يا خوتي، لامينيونات مهدد بالكونسير ولادي في خمسة وباباهم ويمام، وعندي تيو تاع الكاز عاقب قدامي والخيط تاع تريسيتي مقطع فوق داري والبوطو. تاعي الوالي يتدخل في اسرع وقت، باسكو راه البارح الريح اللي ضرب ولادي حنا بيتين هنايا، يدخل الماء خلاص. ما هذا واحد الصبر 20 سنة وانا في التيرنيت، وين بيها يا اختي؟ بزاف ما قدرناش نزيدو نكملو. يقول كمال أعراب أنه خلال العقدين الماضيين تلقى وعودا من مختلف المسؤولين في بلدية الثنية ببومرداس، لكن لا شيء تغير في حياته وأهل بيته، وحتى الحساسية أضحت ضيفا ثقيلا ملازما لأجساد أبنائه الخمسة. تراني سينستري قالوا لي أنت خلاص من ذيك الضربة وقريب مات ولادك، بربي إن شاء الله راك فيها. من 2018 وأنا ثم صابر صابر، وكل ما تصبش نرقع وندير السيمان ونقول، والمرأة تصابر معايا تقول لي خلاص ندو الدار هذا الخطرة. قعدنا هنا محتاجين 8 أيام وحنا في البرد، وحنا الكلاب المتشردة وحنا هنايا في البرد والسخانة رانا نستناو. أعراب اختار أن يلتحي فوف لذات كبده السماء رغم تقلبات الطقس في هذه الليالي الربيعية، أملا في أن يقرأ المسؤولون المحليون آثار وعودهم السابقة في وجهه وفي ملامح أبنائه التوأم.